من لحم ودم زينا أبطل وعاشوا وسطنا والضعف فيهم والألم ولا شيء زيادة عننا لكن إيمانهم بالإله ده كان علامة في عمرهم كانوا شداة وسط العداء ولا حتى نار تهمهم وكلامنا اليوم ده عنهم ده شيء بيشجع قلبنا تعالوا نسمع اللي جاي ده الدرس لينا كلنا أبطل وعاشوا وسطنا أبطل وعاشوا وسطنا. أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج ناس زينا، بنتقابل معاكم مرة تانية على الهواء مباشرة علشان تكونوا بتتصلوا بينا بتسمعونا أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم، ولو حابين كمان تشاركونا باختبارات خاصة أو بخبراتكم الخاصة في نفس سياق مواضيع الحلقة. برنامج ناس زينا برنامج عملي جدا واقعي من حياتنا العملية، بنتكلم فيه عن العلاقة بربنا سهلة ولا صعبة، ينفع نعيشها ولا مستحيل نعرف نعملها. يعني برنامج ناس زينا بيتكلم من واقع حياتنا العملية، بنتكلم في كل الأمور اللي بنفكر فيها وبتشغلنا من خلال ناس عايشوا زينا أبطال الكتاب المقدس. يعني عايزين نسمع اقتراحاتكم واعتراضاتكم. هنطلع فاصل نتفرج على دراما من الحلقات ونرجع نبتدي حوارنا معاكم. واضح كده انكم بتتفرجوا على حاجه مش ولا دول. ما انت في يوم من الايام يعني هتبقى عايز تفهم الحاجات دي ولا ايه؟ بس المراجع اللي عندي مش مكفيه فقلت اكيد هلاقي اللي يكمل هنا. انت ما بتسمعيش على اللي بيعملوه دلوقتي؟ ما سمعتيش عن البنت اللي كسروا لها عربيتها وقطعوها عشان لابسه صليب؟ سبحان الله. هو انا كل ما اخش الكنيسه ماليش غير موضوع التوبه ده بيتكلموا فيه؟ فضعف ومد ايده على خزنه الشركه. اكيد ربنا هيعاقبكم على اللي انتوا بتعملوه ده. انت يا ابني اللي معقد نفسك، الدنيا ما تاخدش قفش كده. حرام عليكم، مش عارفه اشتغل من الدوشه دي، صدعتوني. ليه ما اصحاش بكره الاقي كل مشاكلي اتحلت؟ الى صديقي العزيز شادي الف مبروك. ايوه بقى يا جدعان، هي دي اللمه الحلوه بقى. يا اخي لو مش خايف على نفسك خاف على ماما اللي هتروح مننا بسبب عمايلك. بس انت كده بتضحك على نفسك وبتقرا كلام مش مفهوم. عندي امتحان بكره انا خايف جدا من الماده دي. كلمه تانية اكسر لك العربيه. ما انت عارف بلدنا في واسطه هتشتغل مفيش واسطه مفيش شغل. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، والحلقه النهارده هنتكلم في ثلاث مواضيع اساسيه. هنتكلم في الاول عن علامات استفهام في سكه حياتنا، هنتكلم كمان عن الفرص والتحديات اللي بتقابلنا في الحياه، وهنتكلم في الاخر عن الخوف من بكره والخوف من المستقبل. بس خلونا الاول اعزائنا المشاهدين نرحب بضيوفنا النهارده معانا، دكتور شادي جورج اهلا بيك، ودكتور ماجد عدلي اهلا بيك. دكتور شادي ودكتور ماجد كانوا معانا في الحلقات اللي قبل كده، اتكلمنا معاهم واتناقشنا اتخانقنا في حلقات اتفقنا واختلفنا، لكن هم معانا النهارده علشان نكون بنحكي معاكم اكتر. لو عندكم حاجات حقيقيه من حياتكم عايزين تسالوا فيها هنتبسط جدا تعملوا كده معانا. هنتكلم بالاول عن علامات استفهام في حياتنا. يعني الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن البدايه الصحيحه والتوبه وبدايه العلاقه مع ربنا وبدايه المشي في السكه دي، لكن احنا بنتخيل انه لما نبتدي حياه مع ربنا هتبقى الحياه حلوه والحياه ورديه وهنمشي في مراعي خضره طول الوقت، لكن بنتقابل بحاجات صعبه، بنتقابل بحفر ومطبات في الحياه وجبال صعب نعديها، وبنتفاجئ انه في اسئله كتير جدا في الحياه مش عارفين اجابتها. ايه ده، هو الله ازاي بيسمح بالالم؟ ايه ده، هو انا ازاي حياتي مليانه بحاجات صعبه كده؟ يعني احيانا بيبقى عندنا احتياجات حقيقي مذله واحتياجات عميقه ومتعبه وحفر كبيره في الحياه. هنكون بنتكلم عن كل الحاجات دي، مش بنوعدكم نقدم اجابات لانه مش عندنا دايما الاجابات، لكن هنكون بنبص مع بعض على الشخص اللي عنده الاجابات. خلونا نتفرج على الجزء ده ونرجع نكمل حوارنا. رامي
كده ليه؟ اللي بيحصل معايا ده كتير قوي وفوق طاقتي قوي. ده اخويا الوحيد اللي ماليش غيره في الدنيا. بتعمل فيه كده ليه؟ ليه كده؟ ايوه بس انت بتقول كده عشان انت من بره، لكن اللي جوه المشكله كله بيبقى شايفه انه مدعوك وانه تعبان وانه مش قادر يقوم وانه محدش حاسس بيه. يعني لو انا صدمه ورا صدمه ورا صدمه، حاجه ورا حاجه ورا حاجه، انا هيبقى عندي احساس بس ان ربنا بيغلس عليا. ازاي اثق في ربنا اصلا وانا عماله اخد فوق دماغي؟ يعني انا بشوف ناس كتير، او ممكن تكون فينا ناس مرت بكده، هي فعلا لولا انها خايفه او فكره الانتحار دي حاجه مش مقبوله هما كانوا انتحروا. انا ممكن ابقى عايشه وما فكرتش مش عايشه، لكن انا فعلا من جوايا بموت. لو بيحبني مش بيرد عليا ليه؟ مش بيستجيب لصلاتي ليه؟ طب انت ليه بتقولي كده؟ انا خلاص فقدت الثقه في كل حاجه، في محبه ربنا، في انه بيستجيب لينا، في انه موجود من اساسه. طب لو هو موجود ليه بيسمح لينا بكده؟ لو موجود ليه مش بيسمعنا لما نصلي له؟ ليه مش بيستجيب لطلباتنا؟ طب مش منطقي برضه ان الواحد يفضل يتكلم على طول وما حدش يرد عليه؟ يعني اكيد في مشكله. يعني انا بتكلم طول الوقت وما فيش اي اجابه، يبقى اكيد في يعني في حاجه ميسنج بوينت في الموضوع. بحس ان هو يعني انا ليه بكرر اكتر من مره؟ انا قلت له على حاجه خلاص مش لازم كل شويه اقعد اقولها. يعني هو بينسى مثلا ولا هو بيحب الذنب؟ ما انا لازم اكيد في يوم لازم اسمع اجابه، بس ما ينفعش ماشيه في طريق بدون ما اشوف نقطه انا اوصل لها. ما لازم اجابه. طب هو ممكن يقول لي ان انت مثلا طلبتك دي غلط، فانا بطل اصليها، مش احسن ما اصلي واستنى اجابه؟ او يرد يقول مش هستجيب، مش هعملها دلوقتي، او ده مش وقتها. رجعنا لكم اعزائنا المشاهدين بعد الفاصل، وهنبتدي نتكلم في موضوع علامات الاستفهام. مستنيين تليفوناتكم واستفساراتكم واسئلتكم واختباراتكم على الارقام اللي بتظهر قدامكم على الشاشه. لكن في الاول عايز اسال دكتور شادي، يعني تقول لنا هل كل الناس عندها مشاكل؟ يعني احيانا لما ببقى واقعه في مشكله او في حاجه صعبه بحس ان انا لوحدي في المشكله دي، لكن هل كل الناس عندها مشاكل؟ يعني موضوع الالم هو موضوع صعب، وانا كنت اتمنى انك انت تسالي الدكتور ماجد في الاول مش انا لا يعني ابتدي بالكلام ده، خصوصا انت قلتي ان احنا اتخانقنا قبل كده في المواضيع دي. الألم واحد من المكونات اللي بقيت في الدنيا من ساعة ما فسدت بالخطية، فبقيت جزء من المكونات للخليقة ومعاناة الخليقة. فنحن نعيش في عالم نتج من البعد عن الله كثير من المشاكل، وأصبح الألم جزء من مكونات الحياة. فما فيش حد ما عندوش مشاكل وما فيش حد ما عندوش ألم، ده شيء أساسي. المشكلة الأساسية أنه مش الأساسية، واحدة مشاكل أن الألم شعور لا يمكن قياسه، يعني ما فيش وحدة قياس للألم، ما فيش ألم بالكيلو، يعني ده عنده 5 كيلو ده عنده 2 كيلو، الألم ألم واحد يوصله ألم مشاعر، يبقى يعني ما أقدرش أقول له اللي يشوف بلوة الناس تهون عليه بلوته، يعني ده عنده لا، أنا عندي معاناتي الخاصة. فما فيش وحدة لقياس الألم، لكنه موجود ومن مكونات الحياة. تمام، معانا تليفون على طول كده ناخده ونرجع نكمل حوارنا. ألو مريم من المنيا، اتفضلي. ألو مساء الخير. مساء النور، ربنا يباركك على البرنامج ده. ميرسي يا مريم ويبارك. ان الموضوع حلو خالص بتاع الالم. انا كان عندي سؤال بس على فكره ان قد ايه الرب صالح وقد ايه ان هو محب، بس ليه بيخلينا بنعدي في اوقات وظروف وحرمان وامراض وفراق، بيخليني اشك في محبه ربنا، بيخليني اشك في صلاحه، ليه بيعمل ده؟ هنكون بنجاوبك يا مريم، استني معانا دكتور ماجد. يعني مريم عندها حق، لما ببقى قررت امشي في حياتي مع ربنا ببقى مستنيه منه انه يعمل معايا حاجات حلوه، لما بنفسه يديني بايده حاجه موجعه او حاجه مؤلمه بشك في صلاحه، بشك في محبته. فازاي ربنا المحب يدي وجع اكيد مش ضد محبته؟ يعني هو طبعا لما ربنا بيسمح بالالم لاي حد
عايزين نبقى واضحين انه لنا ثقة في صلاح الله ومحبته لينا. مش معنى ان ربنا سمح لي بجرعة للألم انه الله ما بيحبنيش، لانه الله اللي اتألم من اجلي على الصليب اكيد ايده المثقوبة لن تعطيني الا كل خير، كل رحمة، لانه خيرنا رحمة يتبعنني. بس هو كل انا احيانا حياتي. يعني انا جوه الألم لا بشوف الخير ولا بشوف الرحمة. هو ربنا مرات بيسمح بألم لعدة أسباب، منها أنه مرات بيشكل إنائي. هو عارف طبيعتي، عارف أن أنا مش هتشكل إلا بجرعة الألم دي، ومرات كتير قوي بينتظر، بيسمح بالألم وبينتظر لغاية ما الإناء يتشكل، وبيشكله كما يحسن في عيني الفخاري، بيقعد منتظر عليا يطهرني في أوقات زي كده. الآية اللي مكتوبة في مزمور 66 يقول كده: الجاعل أنفسنا في الحياة ولم يسلم أرجلنا إلى الزلل، لأنك جربتنا يا الله محصتنا كمحص الفضة. يعني زي ما الفضة بتتحط والصايغ بيسخنها جامد قوي، بيسخنها عشان ينقيها، علشان يطلع منها الشوائب. فمرات كتير قوي ربنا بيسمح بالألم علشان يشكل إنائي، مرات بيسمح بالألم علشان ينقي مني الحاجات اللي مش هستغنى عنها إلا من خلال الألم. يعني هنرجع تاني نتكلم في موضوع الفضة ده، بس ناخد تليفون الأول. عامر من الأردن، أهلا. هو التلفزيون بعيد عني. اتفضل يا عامر. ألو، مساء الخير. مساء النور. طبعا امتياز اني احكي بوجود يعني اخوه رائعين وهم بارك كده سبب ناس كثير، الدكتور شادي والاخوه وحضرتك. طبعا يمكن اليوم انا كنت كاتب جمله على الفيسبوك انه هل يتحول الالم الى امل؟ وكثير من الاحيان انه الالم بتحول الى امل. انا مريت في تجربه الم شخصيه وحكي من سنه ونص ويمكن لغايه الان في بقايا من هذا الألم، لكن الألم هذا كان بيجي في شعور الطبيعة البشرية، كان يكون في شعور ألم وشعور يعني هبوط جسدي، لكن بالمقابل كان في ارتفاع روحي. كنت بقول لربنا ايش بدك مني؟ أنا ابنك. الشيء الرائع إنه الصلوات كثير ارتفعت مشان هذا الألم، وأبوي السماوي ما كانش ظالم أبدا. يعني أبوي القاضي ظلم، استمع إلى المرأة الأرملة وهي عمالها بتدق عليه، فما ذلك أبوي السماوي. دكتور شادي أكيد هو تعرف في القصة. تسمح لي بكلم أتكلم عن اختبارك شوية يا عامر؟ يتحول إلى أمل، يتحول إلى شعور رائع لما بتلاقي ناس حواليك، أشخاص مش أقارب، ناس من الكنيسة محاوطينك وشاعرين في ألمك. دكتور شادي يا عامر، دكتور شادي صديق عامر صديق، وانا اعرفه وعارف قصته وعارف اختباره، وكان الرب باركنا يعني النصره اللي حصلت في حياته. فيعني انا ممكن لو سمحت لي اتكلم عنك شويه في الاختبار. يعني قفل اتفضل. بس انا عندي احساس ان احنا عندنا مشكله في يعني اولا الخلط ما بين ليه وازاي والاستنتاج. خلينا اقولهم كده ببساطه. ليه ده سؤال، وده سؤال منطقي، وسؤال مش لازم احنا او اي لا معلم ولا واعظ يهاجم الناس لما الناس تقول ليه. من حقي اسال من كل حاجه، كل اسئله يجي في ذهني. من حقي تسال. وناس بتقعد فتره طويله في ليه. لما ليه الانطباع الاولاني لاي مشكله ليه يا رب، وده معناه ان هو مؤمن بان ربنا ومحبه الله وصلاح الله. لما بيطول السؤال ليه 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 بيفوت علينا ازاي، يعني ازاي هنواجه الحدث اللي احنا فيه. مشكله كتير برضو ان الاكثر الخدام بيحاول يفسر ليه، فمرات بيبقى مؤلم وهو بيفسر لانه غالبا مش عارف، محدش يعرف ليه، محدش عنده اجابه ليه. فبدل ما نقعد نحكي في ليه 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 وناخد وقت طويل، يضيع مننا ازاي هنواجه هذا الامر، لان ازاي هي اللي توصلنا للحياة. عايزين نعيش،
يعني الراجل بيكتسب في الالم، في الالم. فانا مش هقدر اقول له اصلي ربنا او اصلي انت، ساعات احنا بنقول له اصلي انت، وساعات بنقول له اصل يعني الحدث. يعني مثلا نفترض ان حد عنده حاله طفل صغير توفى ولا بتاع، نقول له اصلي لو كان الولد ده كبر كان هيبقى وحش. ده كلام مؤلم وموجع طبعا لاصحاب الالم. ما حدش يجاوب على ليه، لان احنا ما نعرفش. الله بيجاوب على ليه فيما بعد للناس اذا كانت منتظره، بيعرف لان هو ده هو اله وهيعرف. انا راجل براني مش هقدر اقول له ليه اللي حصل، لكن اقدر اقول له ازاي. يعني الواحده من الدور اللي قال عنها دكتور ماجد ازاي نواجه مثلا انتظار. ممكن نتكلم عن ازاي بعد ما ناخد التليفون ده، يعني ناخد على طول ورا بعض. ناخد تليفون اشرف ونرجع. مش هنقول ليه لكن هنقول ازاي. اوكي اشرف من القاهره اتفضل. نعم اهلا اشرف اتفضل. اشرف معلش توطي التلفزيون وتكلمنا من التليفون. اهلا وسهلا حضرتك. اتفضل يا اشرف انت معانا على الهواء اتفضل. مساء الخير. مساء النور. بقول لك الانسان لما يخش في وقت الاذى ماشي يا امين. بقول لك الانسان لما يخش في وقت الالم لما يبقى تعبان نفسيا ومحبط وياس. بقول لك الانسان لما يخش في وقت الالم لما يبقى محبط وما يقدرش يقاوم، طب ليه؟ عايز يبقى فيه علاقه حلوه مع الله. سمعنا سؤالك يا اشرف. شكرا. شكرا. يعني عايزين نرجع نسال يعني ازاي. انا عايز اعلق شويه على شويه الدراما اللي شفناهم. كان في شويه كلام حلو قوي. انا عاجبني. يعني حتى الواحد ولا يقول لك ربنا بيخلص عليا. عاجبني. يعني حاشا لله، بس ده رد فعل طبيعي. انسان في ناس مش بتتعرض لموقف، بتتعرض لمواقف ورا بعض، فيشعر انه كانه مستقصد. يعني بقى هو الوحيد اللي ربنا عايز يشتغل فيه. فبيتسال يقول لك ربنا. منطقي جدا. مرات ناس بتتكلم على الصمت الالهي، صليت وما اخذتش نتيجه، منطقي جدا. ما عنديش اجابه، ما حدش عنده اجابه، لكن عندنا اجابه لازاي. يعني ازاي نتوقع مشكله مشاكل الالم، انه لا يمكن قراءه الموضوع من نصه. يعني اي اختبار عموما ما نقدرش نقرا من نصه، يعني لازم يبقى في وقت على بال ما نفهم. زي ما كان بيتكلم معنا اخ ماجد قبل على قصه التلاميذ من الهزيع الاولاني للهزيع الرابع، ما كانش ممكن يتفهم الحدث، تفهم فيما بعد في الاواخر. في عندنا حلول ازاي نعرف. من الاخ قالوا الاخ عامر، الاخ عامر الحقيقه جاله مرض في فقرات رقبته وتشال رباعي بأربعة، وكانوا تقريبا فقدوا فيه الامل. وبعدين اتعمل عمليات والرب مد ايده، الناس كلها كانت بتصلي، الناس كلها بتصلي. يعني احنا كان عندنا يقين ان احنا نشوفه بيجي مصر يزورنا، فدخل علينا ماشي برجليه وايديه وزي الفل بعد ما قالوا له انت مش هتتحرك. ودي كانت معجزه، ولكن خد سنه ونص، يعني خد زمن. واحيانا بيبقى الموضوع ما بيتحولش لمعجزه. احيانا كتير زي ما هو اتكلم انه الالم بيولد امل، لكن احيانا الامل بيموت. يعني اوكي، لكن في مواجهه. ما هو الانسان عايش. ما هو يعني انا ضد فكره الالم والانتحار. انا لا، يعني يمكن دكتور ماجد ساعدنا في كده، لكن انا لا اعرف ان انسان انتحر بسبب الالم. انسان بينتحر بسبب الاكتئاب، لكن الالم الناس عايزه تواجهه. فاحنا دورنا ودور الناس يساعدوا الناس اللي بيعدوا في ألم ازاي يقف من غير ما نفسر، من غير ما نفسر. اخطر حاجه في الموضوع ده، يعني اخطر ما حاجه نوصل لها هو الاستنتاج. الاستنتاج النهائي هيدي اصعب حاجه، انه يقول ربنا مش موجود. ده استنتج بقى. هنا بقى يبقى عايش في الألم وما عندوش رجاء ومش عارف يواجه. الاستنتاج، ودي اخطر حاجه. وعند الاستنتاج نقول ان في نوع من الحرب الموجهه على الناس اصحاب الالم، ان يصل الى استنتاج بدري ان ربنا ما بيحبوش، ان ربنا مش موجود. اذا وصل الى هذا الاستنتاج يبقى لسه في الالم وفي المشكله وما عندوش طريقه يواجهها وما عندوش امل في المستقبل، ودي اخطر حاجه. هناخد بيتر ونرجع نكمل حوارنا. بيتر. هلو. ايوه يا بيتر اهلا. مساء الخير. مساء النور. انا مبسوط ان انا بشارك معاكم في البرنامج. انا بس كان فارق معايا قوي من الكلام اللي انا بسمعه ان انا اسال سؤال دايما بيجي على بال ناس كتير. اتفضل. انه في اوقات كتير قوي احنا بندخل في تجارب، بندخل في الم، نشوف انه بنحس ان ربنا فعلا مش موجود، بس بيبقى رد ربنا انه لا انا موجود، بيورينا دايما ازاي ان هو موجود. بس السؤال انه دايما بعد كل تجربه وبعد كل الم بيبقى موجود، بتفضل نقطه سوداء وبتفضل حته سوداء موجوده في حياتي.
الله معك. اي نعم بيوريني صراحه، ولكن دايما تفضل في نقطه سوداء، دايما في اثر بتسيبه التجربه في حياتي، دايما في اثر بتسيبه الالم في حياتي. ازاي اشوف ان ربنا صالح؟ وازاي الله بيتعامل مع الاثار دي؟ يعني لو انا عندي نقطه سوداء نتيجه ان انا دخلت كليه مش كويسه، او ان انا فقدت حد بحبه، او اي حاجه من الحاجات دي كلها، لكن يعني الله بيتعامل وبيوريني ان هو صالح، وفعلا احنا بنختبر ده. تمام. بس في نفس الوقت في لسه حته ضلمه، في حته سوداء، انا مش عارف اشوف منها صراحه ربنا. طب لو شكرا يا بيتر، شكرا، وسؤالك وصل وهنرد عليه دلوقتي. دكتور ماجد، كنت بتقول لنا الفضه محصنه كمحص الفضه، يعني الفضه مش هتتعور، هتستحمل، مش هتقول اي. لكن احنا لما بنعدي في وجع والم، حتى لو بعد كده الامل جه او التغيير جه او حصل، بيفضل الوجع النفسي او الحفره اللي اتعملت في نفسيتي موجوده. لو تذكرنا فكره الفتيه الثلاثه في الاتون، طبعا قبل ما يدخلوا الاتون كانوا بيصلوا وبيصرخوا يقولوا يا رب من فضلك نجينا من الاتون. لكن ربنا سمح ان اديهم مفهوم مختلف للنجاه. مفهوم النجاه مش ان انا ما عديش في الاتون، لكن اداهم مفهوم مختلف، ان انا هدخل الاتون لكن هشوف الرابع الشبيه بابن الالهه. وانا متهيألي انه بعد ما الفتيه الثلاثه طلعوا من الاتون، لو سالناهم ايه امتع لحظات قضيتوها في حياتكم، هيقولوا ايه؟ هيقولوا الوقت اللي قضيناه في الاتون، اللي النار لما جت مش بس احنا كنا خايفين منها ان هي تحرقنا، لكن النار لما جت فكت القيود. يعني احيانا يا دكتور، ما انا هقول لك دي ميزه من ميزات الالم اللي الرب بيسمح لنا ليها، ان لما ادخل في وسط التجربه مش بتسيب نقطه سوداء، بالعكس يقول كده الذي يقيمني يمشيني على مرتفعاتي. لو سالنا بطرس ايه امتع لحظات يا بطرس، يقول بعد طول الليل اللي كانت السفينه معذبه شفت الرب ومشيت على الميه. يعني يا دكتور برضو مش بيستاذننا، يعني يعني هو الله عودنا ان احنا بنختاره في حياتنا، بنختار في حياتنا، وبنختاره هو، وبنختار ان احنا نمشي وراه. طب انا مش بيستاذني انه يوجعني، يعني بلاقي نفسي موجوعه، او انا داخله في التجربه والتجربه كسراني وكسره نفسي وينفع نقول زلاني. ده صحيح. في متى 14 يقول كده الزمهم ان يسبقوا الى العبر، الزم تلاميذه، رب الزمهم وما كانش معاهم. مرات كتير رب بيقصد انه اعدي ليه؟ عشان عايز ينقلني نقله ايمان، عايزني بدل ما اقعد جوه السفينه خايف من الموج ياخدني ويطلعني بره السفينه ويقدر يخليني امشي على الميه. الكلام مش سهل، كلام صعب. والتليفون اللي كان الاخ اللي اتكلم وقال ان انا في وسط الالم متعذب، انا في وسط الالم تعبان، انا عايز اقول ببقى فعلا تعبان طول ما انا مش شايف الرابع الشبيه بابن الالهه، وببقى فعلا حاسس ان في نقطه سوداء حصلت في حياتي طول ما انا مش متمتع بتعزيه الرب ورؤيه الرب طول وقت التجربه. يقول كده وسط كثره همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. يعني محتاجين نكون بنتكلم باكثر عمليه، بس نطلع نشوف فيديو ونرجع نكمل حوارنا. الصدمه صعبه وعنيفه، والجروح سخنه، والفكر عاجز ومش قادر يتحمل المحنه. وازاي بيسمح ربنا ويرضى يحكم علينا نترمي نتلف بجروحنا؟ يا رب الطف بالعباد، يا رب الطف بالعباد وارحم، ده احنا غلابه كلنا ان جينا او رحنا. انا من الوجع بصرخ وهاتي وبوح، معذور ومفيش عتب لو يصرخ المجروح، لكن سامحني لو اسأت الظن وقلت ليه يا رب مش بتحن. يا رب سامحني، دخلت سكة غلط وكلامي مش مسموح، انا اصلي مش شايف ومش عارف، لكن انت شايف كل شيء بوضوح. امرك مطاع، امرك مطاع، وانت اللي ليك في السد باب مفتوح، وانت اللي تبري الجسد، وانت اللي تشفي الروح،
وأنا رغم كل الألم شايف شعاع خلف الغمام بيلوح. يا رب. قدام حاجات ملهاش جواب، قدام ألم فوق الاحتمال، قدام إله وكأنه غاب، وكل سهم شاكب سؤال. بإيه هرد وبإيه هصد وإيه سند غير هو قال؟ بإيه أرد وبإيه أصد وإيه سند غير هو قال؟ رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين، لسه بنتكلم عن الأمل، عن الألم والأمل، وعن الرب اللي بيكون معنا وسط الألم. دكتور شادي، تقول لنا من واقع حياتك. أنا عندي اعتراض على كلمة نقطة سوداء، لكن ممكن نسميها علامة استفهام واقعية جدا، يعني هي علامة استفهام وواحد مش قادر يعرف، وفي علامات استفهام مش هنعرفها هنا خالص وهنعرفها في الأبدية. يعني لازم نبقى، أنا بعتقد أن كل مؤمن وكل إنسان هيسافر من الدنيا ومعاه ظرف مليان علامات الاستفهام، وهذا صحي جدا. ولازم نعرف ان واحده من حق من الابديه السعيده جدا ان احنا هنفهم هناك. لما الرب بطرس وقف وحاول يجادل معه قال له لست تفهم انت الان ما انا اصلا، لكنك ستفهم فيما بعد. فيما بعد قد يكون بعد اسبوعين، بعد شهرين، بعد سنتين، او فيما بعد. على اي حال علامات استفهام ما تشينش الانسان ولا تشينش ربنا، يعني حاش علامات استفهام لقصر والقلة مفهوميتي وسعتي، مش هفهم حاجات كتير، مش هقدر افهم مشيئة الله على واسع. فعلامات استفهام صحية. المشكلة لو حد بيلعب في علامات الاستفهام، يعني من حين لآخر حد بيذكرني، يعني مين ده بقى اللي بيحب يدوس على الجروح ويفتح في نفس الجرح ويقعد يدوس ويوصلني لنفس الاستنتاج اللي انا وصلت له مره، ان ربنا مش معايا، ان ربنا ما بيحبنيش، ان انا ربنا مش موجود، يلعب على علامات الاستفهام. تيجي هنا دور اللي احنا بنقول ازاي تاني، عشان نرجع من قضيه ليه الى ازاي الى الاستنتاج. ازاي واحده منها، في ناس قال خلاص بقى هعمل ايه؟ ما عنديش غير كده. يصل الى الاستسلام. الاستسلام حاله من السلبيه والوجع السلبي، لكن تعود على الالم. التسليم هو انا في نفس الحاله، ما فيش حاجه اتغيرت، فقط اني بنتظر شيء كبير، انتظر شيء من التدخل الالهي. انا بعتقد ان في التسليم يبدا الانسان يقف على رجليه، وربنا يدي معونه ويشجع ويجيب ناس يمين ويجيب ناس، لكن سيظل هناك مش نقط سوداء، علامات استفهام، جروح. في وهناك بيداوي وهناك بيزيل. نرجع للسؤال بتاعك، ناخد منير الاول ونرجع نكمل okay. السؤال. منير اتفضل. الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور. عندي سؤال، بس كنت عايز اسال سعادتك. اتفضل. لماذا يتألم الله ويتأخر عن استجابة الصلاة في موضوع الألم والضيقات والتجارب، بالرغم ان الانسان ده ابن الله ومحتاج ان هو مثلا ان ربنا يستجيب الصلاة بسرعة؟ اوكي يا منير، هنتكلم عن موضوع استجابة الصلاة، خليك معانا. دكتور شادي كمل حضرتك، كنت عايزة سؤال اصل الدنيا دخلت. لا، هنتكلم عن الصلاة بعد كده، بس كنت عايزين حضرتك تقول لنا من واقع حياتك العملية، علشان نكون بنقول ان الكلام اللي بنقوله عملي مش نظري بس. انا عندي سؤال. احنا عندنا يعني بيبي جه، وربنا دهونا بموعد بوعد، والامه كانت متاكده ان ده وعد، ان هو ده يكون بركه وهيبارك، يعني هيبقى يكون مصدر بركه. وجه فعلا البيبي وقعد 8 شهور وربنا سخته تاني، خده تاني. وكان عندي زوجتي وعندي سؤال، طب انت تدونا عشان تاخده سؤال. عندي علامه استفهام، وفضل علامه الاستفهام موجوده ما تجاوبتش. لا، في بعض الاجابات احنا بنبتدي نشوف بركات في حياتنا، بالذات زوجتي ابتدت تشوف بركات القصه دي، لان الولد
كان نازل عنده إعاقة، فابتدينا نشوف مراتي بقى دلوقتي مسؤولة عن 50 طفل عندهم إعاقة دلوقتي، وشافت البركة اللي بسبب ابننا، بس ما عرفناش وقتها، وما عرفناش خالص وقتها، وقعدت سنين على بال ما نقرأ جزء من هذا. لكن سيظل عند يعني الابن مشي، بالنسبة لي ابن مشي قبل ما يعرفني، وده شيء يعني قاسي جدا على أب، يعني ما كانش بيقول لي بابا فمشي. لكن أنا عندي علامة استفهام، لكن ما عنديش شك في محبة الله. مش أنا بس، يعني في ناس عندها يعني أنا ما زي ما قلت في الأول الألم لا يقاس، يعني ما أقدرش عشان ابني 8 شهور في واحد فقد ابنه. لا يعني خلينا نتفق إن كل ألم لحد بيوجعه وبيتعبه بغض النظر عن الألم، فكل ألم بيوجعه. في واحد عنده ابن مريض، في واحد ما أقدرش أقول أنا ألمي أكتر هو ألمه أكتر، كل واحد عنده ألم. لكن ننتقل من ليه إلى إزاي، ننتقل من ومن الاستسلام إلى التسليم، وننتظر ونقف، لأن احنا لازم نقف ولازم نعيش ولازم نكمل، وهنقرأ حاجات في السكة هنقرأها صح. دكتور ماجد، تقول لنا على ناس من الكتاب المقدس عدوا في الألم والألم فضل للآخر، يعني فتية التلاتة دخلوا أتون النار بس طلعوا منه. يوسف مثلا دايما نحكي عن يوسف أنه تألم لكن في الآخر طلع منه، لكن عايزين نحكي عن حد تألم وللآخر كان ألم وما شفناش الإجابة وهيفهمها هو بعدين. لو ذكرنا قصة يوسف عشان نفسي أقول تعليق عليها، أنه في قصة يوسف قعد 13 سنة في السجن ومدة طويلة جدا، ولغلطة هو ما ارتكبهاش، كلنا عارفين القصة. لكن الرب ليه مواعيد، هو لو كان خرج بدري كان هيبقى إيه؟ هيرجع تاني عبد. لكن الرب كان عايز يخليه الشخص الرجل التاني في مصر. فمرات كتير الرب بينتظر هل لو كان لسان حال يوسف ساعتها انه يا رب انت ليه الى متى تنساني كل النسيان، يا رب انت ليه سايبني، انا ما عملتش حاجه غلط. لكن الحقيقه ان يوسف كان شخص مختلف، كان شخص ايجابي، كان في السجن كان الرب يقول كده كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. كان ناجحا ازاي هو في السجن؟ وكلوه ان هو يبقى مسؤول عن المسجونين، وكان نشيط جدا، كان بيشتغل بكل قوه وكل حماس. فمرات كتير المدة الطويلة اللي هو كان في حد بيسأل ليه بيسيبني مدة، ليه بيقعد يخليني أطلب وكأن ربنا مش سامعني، المدة الطويلة لأن الله ليه مواعيد. مجدي من القاهرة عايز يقول كومنت على كلام حضرتك. مجدي اتفضل. ألو. أيوة أهلا أهلا يا مجدي اتفضل. أيوة يا فندم أشارك. أيوة اتفضل. ألو مساء الخير. مساء النور. أنا بمسي على الدكتور شادي والدكتور ماجد. وفرق معايا قوي المثال اللي ضرب الدكتور ماجد اللي هو مثال الفتية الثلاثة لما كان في أتون النار، وقدي كان برضو يعني لو سألوهم السؤال اللي هو قاله إن كان من أحسن الأوقات اللي هم كان هم موجودين في الأتون متعذبين. وكمان مثال يوسف، لكن يمكن بالرغم ان الواحد بيمر بألم وبيبقى في قمة القوة في الإيمان، بس في ألم تاني بيبقى أصعب، هو ألم الناس الحبايب اللي هو قريب ليهم. يعني أنا نفسي أفهم أو يفهمون الحتة دي. مثلا أنا كواحد لما بكون في شدة ألم أو ضيق ببقى متشجع قوي، لكن لما بتيجي على أسرتي أو ولادي ببقى واثق إن ربنا هينقذهم، لكن بيبقى في ألم جوه نفسي. يعني الألم ده بيأثر علي أنا كمجدي. يمكن دي الحتة اللي أنا نفسي أعلق فيها ونفسي أفهمها من الأحبة سواء كان الدكتور شادي أو الدكتور ماجد. أوكي مجدي سؤالك وصل. يعني لما بيبقى الألم عليا ممكن استحمله، بس لما بيبقى على الحبايب بيبقى صعب. تقول لنا يا دكتور شادي. هو بيقول نفسي يفهم، هو دي مشعور مشاعر انا اشرح له مشاعر ازاي. يعني هو الواحد بيتوجع، طبعا بيتوجع، الاباء بيتوجعوا قوي اكتر من على اولادهم. يعني انا يعني احنا اعتقد افسر له ايه. انا عايز قصه نرجع تاني الكلام كان بيقوله دكتور ماجد في حكايه التوقيت. خلينا قاعدة عامة، ما حدش فينا بيحب الألم، ما حدش فينا بيستلذ بيه.
وانا مش عايز اتقلم. ومحدش هيوافق لو ربنا سالنا هقلمك دلوقتي في حياتك؟ لا مش هوافق. لا مش عارف. بس لما بيحصل احنا بنحب ربنا، بس ساعات بنبقى عايزين نعمل اله صنعه محليه. ما تعديني بقى، يعني انت مش بتحبني عديني، انا مش قادر عديني دلوقتي على طول. فانا عايز اله صناعه محليه. الله دايما يحتفظ لنفسه كاله. احنا لازم نعرف ان احنا اللي بنحبه ده اله خالق، اللي هو ماسك كل الدنيا دي، مش يعني بيحبني جدا، لكن عنده حاجتين عشان يظل اله: التوقيت والاسلوب. امتى يتدخل وازاي يتدخل؟ ما اقدرش اقول له تتدخل دلوقتي وبالطريقه دي، لان انا عملت كده بنى الاله. لما نقول مثلا عندي الازمه دي حلالي دلوقتي كده دلوقتي، وانتوا عارفين طبعا احنا في الجيل ده بتاع دلوقتي ما بنستحملش كلنا قصه الانتظار، اي حاجه بنعوزها بنجيبها دلوقتي. فاحنا عايزين ربنا بتاعنا يبقى احنا اللي عاملينه، اللي هو ساعه ما انا مش ما بحبش الالم، وانا شخصيا ما بحبش الالم وكلنا، لكن عايزينه لما نجوز في الم طيب نقول له دلوقتي وكده، يا اما ما تبقاش بتحبني. فانا انا بفرض الاسلوب وبعد كده بقول انا خاضع لربنا وطايع. لا، انا لازم اثق ان الله له سلطان التوقيت وله سلطان الاسلوب. يعني هو الكلام ده يدخلنا لفكره عدم استجابه الصلاه، او الصلوات اللي بنصليها ومش بنسمع لها اجابه، او حتى مش بنسمع اجابه انه استنى انا مش هديك ده دلوقتي، مش بسمعه خالص، كاني بكلم صلاتي بتخبط في السقف وخلاص. نفسي اقول مثل بتاع داود لما ارتبط ببثشبع وجاب منها طفل، والطفل عي، وداود قعد صلى وصام وناح، كان بيصلي من كل قلبه للرب ان الطفل يخف، لكن الحقيقه حصل عكس كده، الطفل ايه؟ مات. ولما مات استغربوا قوي الناس انه داود شال المسوح، وفهم ان هي دي اراده الرب، وفهم انه ده نوع مرات الرب بيقصد انه مش لازم زي ما دكتور شادي تفضل وقال انه مش لازم اللي انا بقوله ربنا يعمله لي، لكن مرات كتير قوي زي قصه داود وهو كان واحد مننا وغلط، ما حدش يقدر ينكر ان هو ما غلطش، لكن رب فهمه ان الولد ده هيعيا ويموت، وكان من مراحم الرب انه يديله الوعي ده، يديله الادراك ده، عشان كده لما مات ما كملش في الحزن. ماريا، ناخد ماريا من سوهاج، اتفضلي. ماريا من سوهاج اتفضلي. ايوه يا ماريا اتفضلي، انت معانا على الهواء. ايوه، انا مدام ماريا من سوهاج. اهلا بيكي. انا بتكلم عن مساله الالم، فممكن يكون الالم يعني خطيه معينه انا كنت بعملها في الاول خالص وتبت عنها، ممكن ربنا يجيب لي الم معين يعني عشان خاطر الخطيه دي، يعني ربنا ممكن يعاقبني بسبب الخطيه دي بالم معين. طيب يا ماريا، سؤالك بس. انا فتره كتيره بصلي عشان خاطر الم معين ان الرب يشيل الالم ده، فممكن يكون سبب يعني كل تفكيري دلوقتي ان انا الخطيه اللي كنت بعملها قبل كده هي دي. اوكي يا ماريا، دكتور ماجد هيجاوبك دلوقتي، اسمعينا. يعني يا دكتور ماجد، تقول لنا انه الالم مش دايما بيبقى من ربنا، احيانا بيبقى فيه حاجات تاني، اسباب تاني للالم. ممكن اكون انا سبب الالم. مش لازم يكون دايما احط نفسي في وضع الضحيه واقعد ارثي لنفسي وازاي حصل معايا كده واشمعنى انا اللي حصل معايا كده، لكن مرات كتير انا اللي بكون سبب اني انا اللي حطيت نفسي في الامر ده. وانا برضو متهيألي حاسس انه ده مفيد ان انا افهم انه مبدأ ما يزرعه الانسان اياه ويحصد، ان انا مرات كتير ربنا من رحمته ما بيخلينيش احصد كل الحصاد، لكن بيخليني افهم انه ده نوع من انواع الحصاد علشان اتنبه مرة تانية وما ما 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 استبصرش الخطية، اعرف ان الخطية خاطئة جدا، وانبه اللي حواليا اقول لهم خلي بالكم الخطية ليها ثمن ومرات كتير بتسيب اثر. لكن عايزه اطمن الاخت ماريا اللي هي اتكلمت ان رب مراحمه لا تزول، هي جديده في كل صباح، كثيره اماناته. مرات كتير قوي الرب بيرفع كل نتيجه سيئه،
وبينسيني يقول كده انه كمياه عبرت، مش بحس بنساها، واقدر اغني بين الناس واقول اخطات وعوقت المستقيم ولم اجاز عليه. بس انا عايز اعلق على الكلمه لان هي قالتها الحقيقه، يعني تكمله لكلام الدكتور ماجد. الله بيعاقبني، الكلمه دي غلط. الله ما بيعاقبش الانسان، كل العقاب اللي وقع على الرب يسوع، الله لا يعاقب الانسان في نتائج من الاختيارات الخاطئه اللي قد تكون، اللي هو قال عنها الذي يزرع الانسان قد اجني، قد اجني نتائج خطايا اختيارات، زي مثلا اللي بيختار يروح يقيم علاقة جنسية مع حد ممكن ياخد ايدز، يعني يمرض بالايدز، ده اختيار انتج حاجة، ممكن ربنا يشفيني معجزي لكن ممكن اتحمل نتاج هذا الاختيار، انما الله ما بيعاقبش، الله ما بيعاقبش الانسان، العقاب كله وقع على، عشان دي حتة مهمة خالص، الله اكثر كل عقاب وقع على الرب يسوع، انما ان اجني انا ثمر اختيارات خاطئه ممكن، وممكن الله في مراحمه زي ما كان بيقول الدكتور ماجد يشيل اثار الاختيارات الخاطئه، وممكن لا على حسب ما هو يرى يعني. طيب احنا معانا دكتور باسم، دكتور باسم رشدي كاتب الترانيم المؤثره جدا جدا في حياتنا واللي مكتوبه من واقع اختباري عميق جدا. اهلا بيك يا دكتور باسم. اهلا بيك يا ساره. اهلا دكتور باسم، اتفضل. اهلا بيك، برحب بيكم. اهلا دكتور شادي، دكتور ماجد. اهلا بيك. انا متابع الحلقه من البدايه، وانا عارف الموضوع شائك من خلال تجربه شخصيه، جايز بس يكون مفيد ان انا اشير، لان احنا عدينا في موقف صعب. مراتي راحت السماء من سنه وثمان شهور تقريبا، بعد خمس سنين ألم متصل، ويمكن ما كانش صعوبة الأمر بس في الكانسر والألم والمرض المميت، على قد ما كانت علامات الاستفهام العنيفة بخصوص ألمها المستمر كانت مدمرة يعني بالنسبة لي. أنا عايز أقول إنه وقت صعب بيعدي علينا كلنا، وزي ما كان الدكتور شادي بيقول كل واحد وتفر يعني ايه التجربه بتاعته، بيبقى متوجع ومتالم، ربما بيعبر عن كده بطرق مختلفه، زي ما سمعنا الشباب احساس، يعني الشاب اللي قال مثلا ربنا بيغلس عليا، ربما اللفظ مش احسن حاجه، لكن كلنا عدينا بمواقف زي كده، حسينا هي ليه ضيقه علينا بالشكل ده. انا بس عايز اقول بلحظه صغيره، مين ليه مصلحه في علامات الاستفهام الكتيره ان هو يونها ويزودها غير عدو الخير؟ وده اللي بيحصل معانا كلنا من البدايه، من ايام ما راح عبد الخير لحواء وقال لها احقا قال الله، وهو لو كان بيحبكم كان هيسيبكم تاكلوا من الشجره، هو بيعمل معاكم كده ليه؟ احنا مولودين بنظره الخطيه دي جوانا، وبالشك في صلاح الله موجود فينا، وفي المواقف المختلفه بيطلع مننا التساؤلات دي واكثر. عدو الخير بيهدف انه يشككنا في صلاح الله، ودي استراتيجيه قديمه شغاله معانا في مراحل الحياه المختلفه. عايز يهزنا، عايز يبقى الثقه بتاعتنا مهزوزه، لانه هو عارف ان احنا الشعب العارفون الههم يقون ويعملون. لما ابقى متمكن من صلاح الله وانا عارف الهي كويس ببقى في قوه، لما كل شويه في شك، هو ليه كده وليه بيحصل معايا كده، الشك المستمر ده وشك في صلاح الله وثقتي، عدم ثقتي فيه بيخلي العلاقه تفسد، والعلاقه تبقى مشوهه والشركه مقطوعه، وهو ده اللي عايز عدو الخير يوصلنا ليه. خلينا نكون حذرين من كده، يمكن دي النقطه اللي حبيت اقولها. يعني تليفون دكتور باسم، حقيقه اختبار دكتور باسم ما كانش عنده هو بس علامات استفهام، لكن ده كان مخلينا كلنا عندنا علامات استفهام. بنصلي عشان مفيش، يبدو انه ما كانش في استجابه للصلاه، يعني زي يبدو زي ما الراجل قال علامات استفهام كبيره يعني، لكن يعني سامحيني يعني في التدخل، انه مجرد انه يتكلم بالاسلوب ده يقول لنا يعني ازاي ممكن واحد يعدي في العده فيه هو وثلاث بنات ومع زوجته وبعدين بيتكلم بهذا الاسلوب، يعني بالتاكيد يعني ازاي قدر يقاوم يعني. يعني دكتور شادي بيقول لنا انه من حقنا نسال كل الاسئله اللي عندنا، مش من حق حد يقول لنا ما تسالش ليه، مش من حق حد يقول لنا اشكره بس، لكن احنا من حقنا، من حقي كبنت لله ان اساله كل الاسئله اللي عندي، ومن حقه عليا اني اقول كل المشاعر اللي جوايا،
ما اقول له ان انا خايفه واقول له اني متضايقه واقول له اني موجوعه واقول له كل المشاعر اللي عندي، لان هو بيحترم مشاعري، هو بيقدر مشاعري جدا، بيفهمها لانه عدى فيها واختبرها كلها. يعني احنا خلصنا الجزء الاولاني من حلقتنا. اتفضل. سوري في يعني عايز اقول تكملة لكلام حضرتك، قلت ان من حقنا نسال بس نستنى، ما ناخدش استنتاج، ما نصلش الاستنتاج. تمام، بتواضع يعني اسال وانا يعني قدامه. يعني ما وصلش الاستنتاج، ربنا ما يحبنيش، ربنا بعيد عني، ما وصلش الاستنتاج. عندي سؤال، بتعمل معايا كده ليه؟ عندي سؤال، هجاوب بطريقه او باخرى. عايز اقول بس مش نصيحه، لكن اقول للاخوه الخدام من فضلك لما يكون قدام واحد بتاع قلم سيبه يتكلم زي ما عايز، سيبه عبر عن مشاعره، بلاش تفسر له، ما حدش بلاش تفسر له، اختار يعني انك بلاش توعظه، هو موجوع قوي ما توعظوش. لما يكون واحد بيقول ما تقعدش تقول له اشكر، يعني ما توعظوش وهو بيصرخ، سيبه ياخد مشاعره، تاخد حقها. ان كنت عايز تعمل حاجه كتابيه حقيقيا، ابكي مع الباكين وافرح مع الفرحين، وده انا اقوله من عن برضو عن اختبار شخصي. يعني النهارده الصبح قريت جمله انه لما تبقى قدام واحد متالم اخلع عليك لانك قدام ارض مقدسه. بالظبط. احنا وصلنا لاخر جزء في حلقتنا. انا كان نفسي اقول حاجه لكل شخص متالم، برضو قريت عباره كده جميله قوي، بدل ما تقول ليه انا، قول لربنا استخدمني انا، جربني انا في الحكايه دي، ويمكن الرب لما يستخدمني في الامر ده هيكون لخيري، لنفع ليا وللي حواليا. امين. اتكلمنا في الجزء الاولاني عن الالم، وهندخل دلوقتي نتكلم عن الفرص والتحديات في حياتي كمؤمن مسيحي. عند مفترق الطرق بنتواجه مع فرص موجوده قدامنا، حاجات بتلمع، وتحديات، حاجات محتاج اني اخد فيها قرار، هختار الفرص ولا هختار التحدي. خلونا نتكلم في الجزء ده من حلقتنا، لكن بعد ما نتفرج على اجزاء من دراما البرنامج. اتفضل. غالبا انا بكلمك في شغلانه هتكسب فيها 3000 جنيه في الشهر، تقول لي بقالك 3000 جنيه في الشهر وممكن يزيدوا كمان. شغلانه ايه دي يا معلم؟ ومع مين؟ لا دي ما ينفعش تتقال هنا في الشارع. انت هتعدي عليا في المكتب ان شاء الله بكره الصبح ونتفق على كل حاجه. خلي بالك الشغلانه دي هتكسبك ذهب. شغلانه 3000 في المكتب؟ لا انت سمعتك مش تمام، وناس بتقول ان شغلك مشبوه. لا 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 ما تصدقش الكلام اللي بيتقال عليا ده. خلي بالك انا سمعتي في السوق زي البرلاند. معلوم يا معلم، معلوم طبعا. الحمد لله انا براعي ربنا في شغلي. طب بص يا معلم، طب سيبنا افكر وهرد عليك. يلا انت حر. اعمل ايه انا دلوقتي؟ ارفض الشغلانه اللي ب 3000 جنيه ويا عالم هلاقي زيها ولا لا؟ هلاقي زيها فين؟ اكيد لا طبعا. في ظل الظروف الصعبة اللي احنا عايشين فيها دي، وانه ما حدش بقى ضامن ايه اللي ممكن يحصل او ايه الجديد اللي ممكن يحصل، فجات لهم فرصة ان هم يسافروا امريكا فسافروا. يعني هو الحل عشان ظروف البلد وحشة والدنيا بايظة انه الناس تسافر وتسيب البلد؟ لو في فرصة ليه لا؟ طبعا لو هنا مش عارف يعمل اي حاجة وطالع برا يلاقي فرصته فطبعا. الناس كلها بتدور على فرصة جديدة، فرصة تغير لها طعم حياتها وتعطيها رفاهية ومستقبل احسن. اختيار عشان ابقى احسن. فرصة يعني عرض بيتعرض عليا مرة واحدة يقبله يخسر. لو سمعت ان الناس جات لهم الفرصه دي اللي بنتكلم عليها ورفضوها هتقول عليها؟ انا عن نفسي بيحكمني الايجابيات والسلبيات بتاعه الفرصه. او اشوف معظم الناس بيعملوا ايه واعمل كده. شكلك هادي كده ومالكش في المشاكل، ايه اللي رماك على الشغلانه دي؟ هنعمل ايه بقى، كنت لقيت غيرها وقلت لا، وهي احسن من قعده البيت، بعدين ان شاء الله ربنا يقف معايا. ما تقلقش. قشطه يا برنس، خد نصيحه من واحد خبره في المجال ده. الشغلانه دي يا عم فادي مش عايزه حد تاري، عايزه واحد قلبه جامد يفوت في الحديد. السواقين اللي حواليك لو لقوك نايتي لمؤاخذه مش هتعرف تاخد معاهم ولا حق ولا باطل. وكمان وانت سايق يا صاحبي لازم تبقى مدقدق وصاحي، اللي يكسر عليك اكسر عليه، اللي يبخ فيك بخ فيه، اللي يعلي صوته طلع عينه. مش فاهم يعني الناس بقت اخلاقها غريبه ازاي، بس انا رحت بقى ما سكتش، رحت خدت يمين ورحت جاي قدامه ورحت مفرمل ونزلت جبته من قميصه. يعني هرب يابا راجل. يعني هي دي رجوله في نظرك؟ ما رجوله ايه بقى، ان انا اعمل له باي باي؟ سيطره. فهو كان لازم يروح ياخد حقه منه، او هو شايف ان هو بيقدر يعمل كل حاجه فحقه يقدر يجيبه، فليه ما يجيبوش؟ رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، وبنتكلم عن الفرص والتحديات. دكتور شادي، تقول لنا
يعني ايه الفرص المفروض اقيمها ازاي؟ اقيم الفرصه ازاي؟ انا بس عايز اقول ان الفيديوهات اللي شفناها فيها موضوعين مش موضوع واحد. أيوة. علشان الناس ما تتلخبطش. نتكلم في الاول على الجزء الفرصه، وبعدين نتكلم على المبادئ بتاعه الرجوله واخذ الحق بالدراع. طيب. عشان ما تتلخبطش. ارجع لكلمه انت قلتيها في المقدمه على قصه مفترق الطرق. ومفترق الطرق يعني في طريق كده طريق كده، يعني اللي هيمشي في ده هيروح حته غير اللي هيمشي في ده. وهي فعلا الفرص كده. بس انا معترض على الفيديو، لانه عمل لنا فرص بنفس الستايل بتاع الفيلم السينما المصريه اللي هو ما بين الابيض والاسود. حط لنا فرصه جايبها لنا واحد مشبوه جدا ماسك سيجاره في ايده وبيتكلم شغل معلمين. انتوا عارفين في الافلام لما كانوا يحبوا يعملوا كونتراست ما بين العريس اللذيذ الحبوب الحلو وما بين ابن خالتها الاهبل ده وبتاع، فجيب لي صوره يعني مرفوضه. الفرصه مش كده. الفرصه لو مقدمه مش من ابو سجاره، مش من مش من مش من يعني مش فرصه مشبوهه. هنا اللي احنا عايزين نتكلم عنه هي الاختيار ما بين فرصه نظيفه والحاله اللي انا فيها. ده الموضوع. انما تقولي لي الاختيار بين ان انا اقعد مع واحد على راي دكتور مجد هيديني 3000 جنيه كلها في العمليه، يعني ده كلام بسيط. لكن النهارده يعني احنا بنتحط قدام واجهه، امشي حرام ولا امشي صح؟ لا، دي مش الفرصه. احنا عايزين نتكلم عليه هو اذا هو كانت الغلط او الحرام مش بيجي واضح كده. الغلط او الحرام بيجي متخفي بالزبط. يعني مش ابو سجاره ويقول له مش عارف ايه هيشتغل في الحشيش، هو هيهرب حشيش وبعدين تقول دي فرصه. انا ما اعتقدش ده موضوعنا. احنا موضوعنا اذا كانت الدنيا ملمعه في حاجه نظيفه والاختيار هيكون على اي اساس كده. يبقى معلش سامحوني على الفيديو، يعني انا شايفه سينمائي جدا زي تاريخنا السينمائي. بس فنشوف بقى دكتور ماجد تقول لنا يعني الفرص المفروض اني اقيم الفرصه النظيفه اقيمها ازاي. هو زي ما الكتاب بيقول في هناك طرق كثيره تبدو للانسان انها مستقيمه لكنها عقبتها طرق الموت. ودايما في مفترق الطرق احنا محتاجين نتريس، نهدى شويه، محتاجين نقعد ونفهم، محتاجين ندرس ونشوف الفرصه دي شكلها ايه والفرصه دي شكلها ايه. واهم حاجه محتاجين احنا نكون بنسمع صوت الرب في الصغيره قبل الكبيره. ولما ببقى بتدرب اسمع صوته في الصغيره بقدر، مش عايز اقول بسهوله وكده، لا هو الموضوع مش بسهوله، الموضوع محتاج قلب كامل يقول له يا رب انا عايز اعمل ارادتك. وهو ساعتها بيقول كده تسمع كلمه خلف قائله هذه الطريق اسلكوا فيها. الموضوع بيبقى الرب بيدينا فكره، مش حاجه صعبه لكن محتاجه مني قاعده، محتاجه تريس، محتاجه صلاه، محتاجه تكريس، محتاجه علشان اعرف فرق ما بين الرمادي واللي هو شبه الشر. الرب ينبهني ليه، محتاج يكون قلبي كامل ان يا رب انا مش عايز اعمل حاجه، مش عايز اخد حاجه ان كانت مش راح ترضيك. يعني الفرص اللي تبقى جايه وباستعجال دي اخاف منها خالص خالص، ولازم اتريس. ولازم لو عندي ضغط معين انك لازم تجاوب دلوقتي وفي عريس وهيجي وهيسافر امريكا ولازم تقولي دلوقتي وفي شغلانه ولو ما ردتش دلوقتي هتتاخد منك، انا متهيألي ان دي امور العالم، امور ابليس اللي بتخليني دايما يعني دي طرق ابليس اللي بتخليني اقع في الغلط. يعني هو قضيه انت عندك تليفون؟ لا اتفضل. لا اتفضل. يعني التريس اللي بيقول عليها الدكتور ماجد الحقيقه اللي هو ما فيش حاجه يعني تخليني تدفعني الى اتخاذ القرار السريع، دي نمره واحد. لكن حقيقة في حاجه مهمه ثانيه، هو يعني للامانه كده المفروض الانسان يفحص دوافعه. يعني ليه انا عاوز اخذ الشغلانه دي؟ ليه؟ لان هل انا عندي مشاعر احساس بنقص في حاجه معينه؟ لان مرات الواحد يقول لك ربنا قال لي كده. لو هو مش مدرك دوافعه، يعني لو بنت مثلا بتعاني من رفض وجالها عريس باي شكل مشكل مش كويس، لكن لان هي بتعاني من رفض في الاول واخيرا جالها واحد، فالدافع العميق اللي عندها عايزه يعني عايزه تحس انها محبوبه هتوافق عليه. وهنا هتوافق عليه لان الدافع العميق الجواني. وفي مثل بيقول كده نحن نسقط على الجانب الذي نميل اليه. واحد بيحب الفلوس، لما نعمل ايه ونقول له ربنا وصلي ومش ما نصليش، لو جات له فرصه مش ب 3000 جنيه هيجري وراها، لان الدافع العميق جواني هو بيحب الفلوس. فالدوافع مهمه جدا
الواحد اذا كان امين، اذا كان مش عاوز يروح حتى عكس اللي المفروض يمشيه. يعني اعتقد انه بحث الدوافع ده حاجه ناضجه جدا، مش اي حد يعرف يعملها بسهوله. مع اذا كان امين في قصه مصفين، مش كل الناس عاوزه تعيش قصه انه عيش مشيئه الله. الناس يعني الناس ماسوره بقصه فكره الحياه الكريمه، وانا دايما بتكلم على كلمه الحياه الكريمه. ايه الحياه الكريمه دي؟ اللي هو يعني ثلاجه كبيره، عربيه كبيره، هي دي الحياه الكريمه، شقه كبيره، دي الحياه الكريمه. يعني المحتوى لا، لكن الشكل اه. فالناس دايما محصوره في قصه دي الحياه الكريمه، يقول لك عايزين نعمل حياه كريمه. يعني حياه كريمه؟ حياه كريمه هنا ولا يكون معايا ولا معاه بتاع ده. فالدافع الاساسي لو ناس حقيقي بتدور على انها تعيش صح في الحياه، الحياه بتتعاش مره واحده، يبقى عند مفترق الطرق اللي قال عنها الدكتور ماجد بنقف كويس قوي قوي قوي. وجنب ما طب انا عايز الفرصه دي ليه انا؟ هل ايه اللي جواني؟ ولو الواحد امين في معرفه الدوافع، اعتقد ان ربنا مع الوقت هيكشف له السكه الصح ويختار سكة صح ما يندمش عليها بعدين. ناخد إيمان من القاهرة ونرجع نكمل حوارنا. إيمان أهلاً. افتكرت إيمان. ألو. أيوة إيمان أهلاً. مساء الخير. مساء النور. اتفضلي. ألو. يا إيمان اتفضلي، أنت معانا على الهواء. أوكي. أنا هتكلم عن فكرة المبادئ. يعني أنا دلوقتي لو أنا حد عندي مبدأ وبعيش بإيماني المسيحي، وأنا مثلاً في مجتمع كله يعني كل حاجة فيه بالرشوة وبالإكرامية، يعني هي بيسموها دلوقتي إكرامية، وأنا عندي مصالح محتاجة إنه تمشي، ما تمشيش غير بالطريقة دي، طب أنا أعمل إيه؟ أتخلى عن مبادئي وأكون برشي؟ طبعًا ده صعب، في نفس الوقت طب مصالحي هتقف. أوكي يا أمين، سؤالك وصل، هنجاوب عليه. دكتور ماجد، نقلت الموضوع التاني. نقلت الموضوع التاني، قصة التحديات. أو المبادئ المسيحية أو المبادئ الملكوت في عالم ماشي في سكة تاني خالص، نعيش ده إزاي؟ في ناس معينة بتخلص دايما ورقها في المصالح الحكومية، وفي ناس شغلانتهم كده، ودي مش ناس كتير في المجتمع. يعني أنا مثلا دكتور مثلا، مش بحتاج ان انا في شغلي ان انا كل شوية علشان اكشف عليا مثلا اديله رشوة او حاجة من دي. يعني مرات طبعا بواجه كده، بس انا عايز اقول ان في ناس شغلانتها يعني في ناس معينه ليها ان هي بتحتك هذا الاحتكاك، ودي اللي فعلا اللي احنا محتاجين ان احنا يعني نساعدهم ازاي يعيش الحياه دي. ازاي بقى؟ واحد، انا لازم الامر اللي فيه حاجه يعني مش قانونيه لازم انا من نفسي ارفضه من جوايا. انا مش محتاج ان انا اعمل حاجه غير قانونيه وخلص ورقي بسرعة علشان أبقى كده يعني شخص إيه شهل وناصح ومخلصاتي وكده. فالسكة دي مش لأولاد الله. رب ليه في الموت مخارج وليه في المشاكل ألف حل. ولا لو أنا عايز أعيش أمين، الرب بيرتب. أنا كنت بعمل حاجة في مصلحة حكومية من يومين، صليت قلت له رب من فضلك أنا مش عايز أعمل أي حاجة غير قانونية. كل حاجة مشيت زي الفل. مش دي دايما اللي بيحصل، في مرات بواجه مشاكل وفي مرات بواجه صعوبات، لكن ده مش معناه ان انا استسهل وادفع رشوة. نمرة اتنين، لو انا في مكان شغلي والناس كلها بيدوني انا رشوة، يعني انا في مكان كل زمايلي بتاخد رشوة، ولو انا لوحدي ما باخدش رشوة، اكيد هبقى زمايلي متضايقين مني وزمايلي مش عايزيني وزمايلي بيخلوني بحسسهم ان انا الابيض وهم الاسود، فبحسسهم بغلطهم. لازم اعيش حياه الامانه. مش بقول ان هي سهله، لكن ده اختيار الرب حطينا نور وملح، ولازم اعيش كنور فعلا في وسط الظلمه. امين. هنكون بنطلع دلوقتي ناخد نسمع شعر من شعر كبير الشيخ نعيم عاطف وترنيمه، ونرجع نكمل حوارنا. مش أي فلوس ممكن تغنينا أو تنفعنا، مش أي ثروة بتفضل ثروة وخير تلاقيه، ولا أي همال يصبح رسمال تقدر تستثمر فيه. لا، فيه مال بطال بيضيع في الحال، فيه ثروة بتهدم وبتخرب وتجر وراها الأهوال، وفي نفس الوقت تلاقي فلوس مبروكة وفيها جمال.
وقروش معدودة يدوب بتجيب اللقمة الحاف بس بس حلال. الله إرثك في إيدين الرب مقامه كبير، يكفي كمان ويزيد وبيملى البيت بالخير. حلو الإيمان دايما يقول مهما يطول، اللي الهيجي الفجر ده اللي بيعمل بجهده كله، ما يتم شغله إلا وينول الأجر. حلو الإيمان دايما يقول مهما يطول، اللي الهيجي الفجر ده اللي بيعمل بجهده كله، ما يتم شغله إلا وينول الأجر. أصل الإيمان هو اللي يكون ورجاء يحلي الصبر، ينقل جبال يصنع محال، يطلب ينال الأمر. أصل الإيمان هو الإيقان ورجاء يحلي الصبر، ينقل جبال يصنع محال، يطلب ينال الأمر، يطلب ينال الأمر. حلو الإيمان مليان تحدي، مهما يعدي في ضيقات ما يحني كسر، ده مهما هيج الريح ما خوفه وشد عصفه، ما يسني عزم النسر. حلو الإيمان مليان تحدي، مهما يعدي في ضيقات ما يحني كسر، ده مهما هيج الريح ما خوفه وشد عصفه، ما يسني عزم النسر. أصل الإيمان هو اللي يكون ورجاء يحلي الصبر، ينقل جبال يصنع محال، يطلب ينال الأمر. أصل الإيمان هو الإيقان ورجاء يحلي الصبر، ينقل جبال يصنع محال، يطلب ينال الأمر، يطلب ينال الأمر. رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين بعد الفاصل، ودكتور شادي حضرتك عايز تقول حاجة لإيمان. اسمها إيمان. إيمان هي بتلخص الصراع اللي المؤمن يعيشه. إن المؤمن بيعيش في تيار مضاد، ودي حقيقة. نحن زي ما كان بيقول الدكتور ماجد، النور الضلمة محتاجة نور، فاحنا هنعيش هنمشي عكس التيار. بس عايز أقول حاجة، ده اللي قال عنه الرب يسوع الضيق الذي سيكون لكم في العالم. الضيق الناس فاكرة اللي هو التعصب والاضطهادات، لا، الضيق إنك تحمل فكر ضد العالم، تمشي بفكر عالم ما يعرفش غفران بتشيل بتمشي بغفران، العالم ما يعرفش محبة بنمشي بمحبة، العالم ما يعرفش أمانة بنمشي بمحبة. ضيق صعوبة شديدة ان الواحد يعيش بمبدأه في، وده برضو اللي يساوي الصليب. بالمناسبة الصليب اللي تحمله المؤمن هو ده، ان نحمل افكار الله وفكر الملكوت ونعيش بيه. الصليب مش زي ما الناس متخيل الالم، لان الالم بيقع عليا وعلى غيري، يعني ولا وفاة واحد، ما الناس اللي حوالينا اللي ما بيشيلوش صليب عندهم ناس بتموت. فالصليب هو فكر بشيله عكس التيار، وده الضيق. لكن ثقه انا خد غلبت العالم، احنا بنمشي في عالم ضدنا، لكن زي ما الرب يسوع غلب العالم احنا بنغلب العالم بنفس المبادئ اللي هي بتاعت الملكوت. فهي بتلخص الصراع ده اللي هو ان انا بشيل ضيق. بالمناسبه ده اختياري، يعني عاوزه تعيشه تعيشه، عاوزه تعيشه ترشي، هي حر. ميرام معانا، اهلا يا ميرام. اهلا بيكي. انا عندي سؤال بخصوص الطموح. انت اقلق من طموحي انه انا كده داخله في سكه طمع، او داخله في سكه انه انا مش راضيه بحالي، خاصه انه اللي بيخلي الناس تتحرك لقدام او تحاول انها تغير من نفسها انها ما تبقاش راضيه عن حالها اللي موجود دلوقتي، فهي عايزه تبقى احسن.
فامتى اقلع من الطموح؟ لو انا مثلا طموحي ان انا ابقى بزنس وومن كبيره، هل دي حاجه تخوفني انه انا هبقى بدور على نفسي وبدور على اني ابقى حالي احسن وانا مش راضيه بحالي دلوقتي؟ وسبيشالي كمان انا شفت ناس مثلا بقوا رجال اعمال كبار وعرفوا يخدموا الرب بعد ما بقوا كبار كده، وبعد ما بقوا ناس عندهم راس مال كبير او مشروعات كبيره. فسؤالي الثاني، امتى اقلع من طموحي انه انا كده داخله في سكه مش بتمجد الله؟ تمام. يعني سؤال بصراحة ناضج جدا، امتى اقلق من طموحي؟ سؤال بيرجعنا لفكرة بحث الدوافع. ايوه، ازاي اقلق من، امتى اقلق من طموحي؟ مش هيرد ماجد يرد انا؟ حضرتك. طيب. هقول تاني، ان الواحد مش راضي عن نفسه ده مشاعر انسانية طيبة، ان الواحد دايما عاوز الافضل. لكن تاني، الطموح مين بيرسمه؟ مين بيرسمه بأي ادوات؟ يعني لو الطموح هو مزيد من التملك لاشياء يبقى ده طموح. يعني هي بتقول انا مش راضي عن حالي، عاوز ابقى افضل في الانتاج، افضل في 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 ان انا امكانياتي الداخليه استخدمها، عاوز عندي حاجات في فكري عاوز اطلعها. هو ده التغير اللي بنسميه طموح. انما اذا كان الطموح هو ان انا يعني رسمها لي المجتمع بامتلاك اشياء، انما اسمع اقعد في اوضه ثلاث اوضه وصاله، لا عاوز فيلا، هو ده طموح؟ يبقى هو ده الطموح. يعني ده مين رسم لي الطموح؟ مين اللي رسمه؟ وايه الادوات كمان عشان اوصل لكده؟ ازاي هستخدم ايه الادوات؟ فهنا دايما في الطموح بنسال الدوافع، ترجع للدوافع اللي قلناها، لكن مين اللي رسم لي الحلم؟ لان احنا غالبا مرسوم لنا الحلم بسبب الدعايه والاعلان، بيرسموا لنا الاحلام. فمين اللي رسم لي الحلم بتاع الطموح وازاي هوصل له؟ انما فكره اغير من نفسي واكون افضل بالتاكيد، لان انا عندي امكانيات رب خلقني بيها عاوز استخدمها على افضل حاله، فبالتاكيد ابقى عايز اتغير. لكن مين اللي رسم لي الحلم وازاي هوصل له؟ هي دي السؤال مع ملاحظه الدوافع. تمام. دكتور ماجد، تقول لنا في جمل سريعه جدا، ناس زينا عاشت قدام التحديات، عاشت بالمبادئ المسيحيه. امين. بس كنت عايز اضيف حاجه على كلام الدكتور شادي، ان مرات كتير قوي الطموح ده، وانا بفحص دوافعي، لو انا الطموح ده هيزود ذاتي، هيزود كبريائي، هيضيف الى شكلي قدام الناس، وهو ده الدافع اللي بيحركني، متهيألي لازم اراجع حساباتي تاني. لكن لو انا مثلا انا عايز اذاكر اكتر عشان ابقى شاطر وافيد مثلا المرضى بتوعي، انا متهيألي ان ده طموح صحي. لو بصينا الكتاب مليان تحديات، مليان ناس عاشوا زينا كانوا بيحبوا الرب وما ردخوش ابدا لاي اغراء. لو مثلا فكره الرشوه مثلا، بولس كان مسجون وكان فيليكس كان كل شويه بيجيبه عشان يسمع منه، وكان يلتمس انه ياخد منه حاجه، ياخد منه هديه، ياخد منه رشوه علشان يطلعه بره السجن. ونشوف انه الرسول بولس ما سمعش الكلام ده وقعد رضي انه يتسجن عن انه ياخد يعمل مثلا اي اكراميه او يدي اي حاجه علشان يطلع من السجن. عايش بالامانه بالرغم من الظروف الصعبه. عايز نقعد سنتين في السجن. بالظبط. تمام. يعني نتمنى نكون جاوبنا اسئلتكم مشاهدينا عن التحديات والفرص. لكن هندخل دلوقتي على الجزء الثالث من حلقتنا، وبنتكلم فيه عن الخوف من المستقبل والتخطيط لبكره واختيار شريك الحياه. هنتكلم، طيب ناخد دكتور احمد من السعوديه. اتفضل. اكتبي دكتور احمد. دكتور احمد من السعوديه اتفضل. اتفضل دكتور احمد، انت معانا على الهواء. الو. الو. مساء الخير يا هلال، حضرتك سامعاني؟ مساء النور، سامعينك كويس، اتفضل. ماشي. تحياتي لحضرتك وللاخوه الضيوف. الحقيقه انا مش عارف عنوان الحلقه، بس انا اتلمسه يعني كده الحقيقه. أنا ليا وجهة نظر حضرتك. اتفضل. أنا كإنسان مصري طبعاً أنا أؤمن أن الدولة هي أرض محددة وشعب وقانون. أنا كإنسان أنا لا أحتاج أن أعيش بقيم الملكوت أو قيم أو أي قيم دينية يعني. أنا لست ضد الأديان يعني. ولكن أنا أتصور أنا مجتمع مختلط فيه عدة أديان، ما أقدرش أنا أقول إن أنا هعيش بقيم مسيحية أو قيم إسلامية، أنا أشعر إن دي
هذه القيم هي علاقة بين الإنسان وربه، من حقه أن يعيش فيها. أنا لا أحتاج أن يعيش معي مواطن صالح يكون بيعيش بقيم ملكوت أو قيم مسيحية أو إسلامية. أنا عايز قيم عامة تسود المجتمع، عايز قيم أخلاقية عامة، عايز قيم حقوق إنسان حقيقية، عايز تفعيل للقانون. ده اللي أنا محتاجه. على سبيل المثال أنا في مهنة الطب مثلا مش محتاج أنا قيم مسيحية، أنا محتاج قيم إنسانية، محتاج ميديكال إيثكس، محتاج سيف ميديكال براكتس، محتاج البيشنس رايت، الهيومن رايتس. أنا في الإعلام مش محتاج أي قيم دينية، أنا محتاج حضرتك يعني ميديا إيثكس، محتاج الكود أوف كونداكت، مدونة سلوك يتبعها يعني كل الإخوة الإعلاميين، محتاج إن الإعلام يمتلك يعني تقنيات وسياسات الإعلام. طبعا لست ضد قيم الملكوت، لا يعني. دكتور أحمد فكرة حضرتك وصلت، سؤالك وضح وإحنا هنجاوب عليه. يعني أنا شكرا طبعا أستاذ دكتور أحمد من السعودية، شكرا لاتصالك ورأيك وصلك وفكرتك وصلت. أنا عاوز أقول بس إذا كانت يعني مفهوم الدين هو علاقة في الوضع الرأسي يبقى في جزء نقص، لأنه إذا ما كانش في أيضا انعكاس لهذا الإيمان على الوضع الأفقي اللي هو الإنسان يبقى مشكلة. يعني إزاي إنسان يقول أنا بحب الله ولا يستطيع أن يحب خلائقه؟ فالمحبة بتاعت خلق إننا يعني بحب ربنا يبقى لازم أحب خلائقه، وبالتالي البعد الرأسي والبعد الأفقي بيكونه الإنسان. دي نمرة واحدة. فلازم في تعاملاتي الإنسانية هيبان علاقتي مع الله. ما ينفعش إن أنا أكون رجل بتاع صلاة وصوم وبكره الناس وبقتلهم، لأن ده واضح جدا إن أنا مش فاهم إن خليقة الله دي جزء من 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 الله اللي أنا بعبده. الله بيحب خليقته، وبالتالي لو أنا بحب الله يبقى لازم أحب خليقته. فيبقى هينعكس ده على الوضع الأفقي اللي هو التعاملات مع البشر. القيمة الثانية إن هو بيقول على الإثكس أو الأخلاقيات، وبيتكلم على القيم العامة. من أين استقى الإنسان الإثكس؟ من أين استقى الإنسان القيم العامة؟ إلا من مصدر يعني كل عطية صالحة وموهبة تامة نازلة من فوق، من عند أبي الأنوار. الله هو مصدر كل شيء صالح موجود على الأرض. في النهاية عمر الإثكس ما تكون أعلى من مبادئ اللي حطها ربنا، اللي احنا بنسميها مبادئ الملكوت. فمبادئ الملكوت مصدرها إلهي، واحنا عايزين نعيش باللي اتعلمناه منه نظهره في الناس. عشان كده دي اعلى من اي إثكس ومن اي قانون يعني اخلاقي موضوع انساني. اضيق مبادئ المسيحيه اضيق كمان من المبادئ الانسانيه اللي عايزنا نمشي عليها، او يعني مش اضيق، هي اكثر وضوحا. اقصد اقول انها بتخلينا نمشي في سكه اصعب. بالتأكيد عكس طيار. لكن تاني الإثكس الأخلاقيات والقوانين الوضعية ليست أعلى من اللي جه في كلمة الله ويقول لنا إزاي نعيش مع بعض. يعني هو طبعا موضوع كبير مش هنعرف نغطيه كله دلوقتي، هنحاول نكون بنخصص له حلقات. لكن هنطلع دلوقتي فاصل نتفرج فيه على أجزاء من الدراما البرنامج، ونرجع ندخل في الموضوع الثالث في حلقات. ولازم يكون عندي رجاء ان كلام رجاء. الرب صادق. رجاء في بكره اجيب منين الرجاء ده؟ لازم انا ما اخافش، وده يطمننا. ايوه بس الظروف اللي احنا عايشين فيها دي ان الرب معانا كل يوم اصعب من اللي قبله، والاحتياجات الماديه بتزيد. يعني ازاي يكون عندي امل ورجاء؟ عندي رجاء في بكره، لان بكره اللي ضمنه هو شخص الرب يسوع المسيح. مش باين بكره مش بتاعي ولا بتاع حد. ربنا عنده مشكله في ايه؟ ان انا امن على حياتي بعقلي كده احسبها، يعني ده مستقبلي. يعني هي القصه كلها بتدور حوالين الخوف من المستقبل. انا حاسه ان انا ماشيه في طريق وانا مغميه عينيا، فالفكره انه انا لاي حد اامن الخطوه اللي جايه، او اني افضل مغميه عينيا وامشي بقى وربنا هو اللي يقود خطواتي. فكره التامين عامه، التامين على الحياه وعلى الممتلكات، هل دي فكره صح ولا فكره فيها نوع من عدم الاتكال على ربنا؟ كل حاجه بتضمن لك مستقبلك. بكره مش مضمون، انا ما اعرفش بكره ايه اللي هيحصل، ما اعرفش الظروف هيبقى فيها ايه، بس اهم حاجه المستقبل بتاعي يكون جوه اطار انا على الاقل عارف رايح فين. انا زعلان منك ليه؟ انا بسمع وعظ كانه اوهام. الناس اللي على المنبر دي عايشه في وادي، واحنا اللي تحت عايشين في وادي تاني. ليكي حق. امتى بقى اشوفك كده في الكوشه وافرح بيك؟
في حياتك يا ماما باذن الله، يدينا ويديكي طول العمر. انا مش عارفه هو طالع فيها كده ليه. عندك بنات العيله كتير جدا وبنات زي الفل، مفيش ولا واحده فيهم عجباك. انت مش عاجبك حاجه ابدا؟ ايه ده ايه ده ايه ده، مين اللي بيتكلم يا ست الحسن والجمال؟ لما ميشو تقدم لك مؤدب قوي. وميزو لما كان معجب بيكي؟ ميزو فتاك كرتون شبه شارلوك هولمز اصلا. خلاص خلاص، بلاها جواز بلاها وجع قلب، خليكوا كده انتوا الاثنين قاعدين في حضني. الشكل هو اللي بيجيبني، يعني بيديني الامبريشن الاول عن ليها هي، لازم القلب ينبض. لا العقل. طب ليه العقل مش القلب؟ لو انا شخص متاخر في السن ممكن نتقابل في عند حد من صحابنا وخلاص، لو عجبتني عجبتها اوكي. جواز صالونات في دلوقتي بقى في العصور الحديثه على الانترنت. انا يعني مش هتجوز حد انا مش بحبه، يعني لازم اكون اللي هتجوزه ده وهرتبط بيه، انا عشرته وبحبه وبيننا وبين بعض كلام فتره طويله. اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل، مبسوطين باسئلتكم واتصالاتكم. كملوا معانا، بنتكلم عن الخوف من المستقبل والتخطيط لبكره واختيار شريك الحياه الجواز. دكتور ماجد، هل انا كانسان ابتدى علاقه مع ربنا من حقي اخاف؟ من حقي تدخلني مشاعر الخوف، سواء الخوف عامه او من المستقبل بشكل خاص؟ هو طبعا الخوف ده شعور صحي، وانا لو ما خفتش يبقى في حاجه غلط. والكتاب ما يقولناش ان احنا نعيش من غير تخطيط للمستقبل، وادانا مثل زي مثلا ان اراد احد ان يبني برجا يجلس اولا ويحسب حساب النفقه. فانا لازم اقعد وافكر واحسب حساباتي، ماذا يلزم لايه لكماله، انا محتاج ان انا افكر ايه الحاجات اللي انا محتاجها، ايه الريكويرمنتس، ايه المتطلبات اللي انا محتاج اعملها علشان اكون مؤهل مثلا لخطوه هعملها في مستقبلي. فمش غلط ان انا افكر اخطط واحضر نفسي اذاكر او اعمل اي حاجه لمستقبلي. يعني هنكمل نتكلم عن المستقبل، بس ناخد اول تليفون من ماركو اسكندريه. اهلا يا ماركو. ايوه مساء الخير. مساء النور. بعد اذن حضرتك اسال سؤال. اتفضل. احنا يعني كتير بنسمع جدا في الكنيسه انه المفروض كمؤمنين ما نخافش من بكره وما نخافش من المستقبل، وايات كتير قوي في الكتاب بنسمعها وبنقراها بتقول ان احنا نتكل على الرب وما نخافش من بكره، بس الحقيقه ساعات كتير بنحس ان الكلام ده مش عملي قوي. والسبب في كده هو ان احنا بنحتاج نخطط لبكره، لان الظروف مش ثابته والدنيا بتتغير، وكل قرار بناخده بيبقى ليه تاثير علينا، يمكن ساعات كتير بيبقى التاثير ده هو الطويل جدا او مدى الحياه. فانا ازاي ما اخافش من بكره اذا كنت انا مش مطمن للي هيحصل بكره ومش مطمن لنفسي انا ممكن اغلط وممكن ابوظ الدنيا. فياريت لو حد يعني يوضح لنا الموضوع ده شويه. تمام، ميرسي يا ماركو. يعني الجزء الاولاني من سؤالك جاوبنا عليه، انه من حقي اخاف ومن حقي اخطط، لكن عايزين نتكلم عن هل ينفع انا كانسان ليه علاقه بربنا ارسم لحياتي قدام نفس الشكل اللي بترسمه كل الناس؟ يعني انا دلوقتي هخلص دراسه، بعد الدراسه عايز اشتغل، بعد الشغل جواز، بعد الجواز اعمل بيت. هل ده طبيعي ان كلنا نفكر زي بعض، ولا انا كانسان لي علاقه بربنا بمشي بشكل مختلف في التخطيط لبكره؟ طبعا ربنا ليه اراده ومشيئه خاصه جدا لكل واحد، واسهل حاجه احنا كبشر بنعملها احنا نقلد بعض. لو واحد لبس حاجه معينه انا اقلده، لو جاب موبايل انا اعمل زيه. سهل قوي ان انا اقلد الناس عملوا ايه واعمل زيهم، والصعب ان انا اقعد وافهم الرب عايز مني ايه في الفتره اللي جايه. مش لازم اعيش بنفس الطريقه، مش لازم ان انا لو انا دكتور مش لازم مثلا يبقى عندي عياده وعندي عربيه الخمسه عين اللي الناس كلها عارفاها. لكن في ناس انا شفتهم اختاروا انه مثلا يروح مكان في مكان نائي ويخدم الناس، وقال انه فايده كبيره قوي ان انا بقيت دكتور علشان اروح واساعد الناس وما افكرش زي بقيه الناس. فمش لازم افكر زي كل الناس، لازم اقعد وافهم خطه الله في حياتي. تمام، يعني احنا بقلنا وقت قليل من الحلقة ولسه هايزين نتكلم عن اختيار شريك الحياة. جالنا سؤال من بيرو في الكويت بيسأل، كتير بنشوف ناس عايشين في أحلام وردية فترة الخطوبة، وبعد الجواز بفترات قصيرة بنسمع عن مشاكل كبيرة، ايه السبب؟ والشباب اللي لسه ما خدوش الخطوة دي ياخدوا بالهم الكلام ده ازاي؟ يعني هو طبعا موضوع كبير، موضوع الجواز واختيار شريك الحياة هنكون بنخصص له حلقات تاني، لكن تجاوبنا يا دكتور شادي عن اختيار شريك الحياة. يعني انت عارفه ان النهارده عيد جوازي ال 34،
كل سنه وانتم طيبين. يعني سالين على الجواز دلوقتي ادينا اهو، يعني انا بجاوب وانا كويس اهو، يعني ما فيش مشاكل بعد 34 سنه. وعايز اقول بس لماركو اللي قبل كده، ماركو ما تخافش يا ماركو، انا بقول لك انا راجل عجوز، ما تخافش بعد، يعني ما تخافش، ربنا موجود فعلا، يعني ما تخافش من بكره ده، ما تخليش حد يخوفك، الدنيا مراحل. نرجع تاني سؤال الجواز، ماله جواز الفل، ايه المشكله؟ يعني الشباب اللي مش عايزين يتجوزوا او شايفين انه مخطط سخيف يعملوا ايه؟ تقول لهم ايه حضرتك؟ اولا هو قد يكون شاف نموذج مضايقه، يعني دين امراه، نعم شاف نموذج مضايقه، يعني نموذج مش حابه، او عاش في حياه، ودي مسؤوليه كبيره قوي لو كان الاب والام ادوا انعكاس لاولادهم عن حياه زوجيه مش كويسه، فطبعا بالتاكيد ناس كثيره. لكن في اتجاه دلوقتي انه طب ليه وانا يعني عاني ليه، يعني انا ايه اللي يخليني اخش في المسؤوليه، وده اتجاه برضو لانه الناس مش عاوزه تتحمل مسؤوليه الحياه، يعني عاوز يعيش كده بس، هيكتشف بعد فتره انه المعنى للحياه مش موجود، معنى حياته، لان انا بستثمر عمري في، ودي كان قصد الله لما قال للادم اثمروا واكسروا، انا بستثمر حياتي ومعرفتي وعلاقتي مع الهي في اولادي، وبالتالي بتزيد مساحه الناس اللي حاملين فكر ضد الفكر الطيب اللي ضد الفكر الاسود، فده استثمار. في ناس ما بتحبش، بتحب تعيش انا كده روحها، يعني اوكي بعد شويه اكتشف انه معنى كبير جدا من وجوده في الدنيا اللي هو الاثمار، وانه يكثر من معرفه الله على الارض ما عملوش. انما السؤال اللي بتقول فيه ان في مشاكل، طبعا في مشاكل، وده بقى مواضيع بقى، لكن اللي عايزين نقوله انه لو انا داخل جواز وليا طلبات وعاوز احقق اشياء من هذا الجواز، غالبا اخش في الصراع. لكن لو انا داخل جواز وانا عاوز اكتشف هذه المعجزه الالهيه وهذا الفكر الالهي من ارتباط راجل وست، هيعيش طول عمري اكتشف. انا بقالي 34 سنه متجوز، واقول للناس عن خبره اني ما زلت بكتشف اعماق جديده في الارتباط، وبعد كده في اولادنا واحفادنا، فدي حاجه جميله مش عاوزين نشوهها. الكوميديا بتشوهها والميديا بتشوهها في صوره الخناق، لكن هي مش كده دايما. يعني تمام، يعني شكرا بجد على الكلام القيم والعميق. يعني لازم تجيبوا لي تورته بعد كده نحتفل. يعني احنا معانا دقيقتين على ختام الحلقه، حضرتك تقول لنا يا دكتور ماجد حاجه نلم بيها الكلام كله اللي قلناه النهارده. نفسي اقول لكل الشباب، يا ريت كل واحد فينا يقعد ويفهم الرب عايز منك ايه في الفتره الجايه. ان الرب قصد الم، ان الرب قصد انه يحطك في مفترق طرق، ان الرب قصد انه يوجهك في فكره الارتباط. نفسي كل واحد مش يبقى محمول بكل ريح تعليم، نفسي يبقى له قعدته قدام الرب ودراسته في الكتاب، نفسي يقرا في المواضيع ويفهم الرب ازاي هيحركنا من خطوه لخطوه. ده هيغير مفهومنا ومشاهدتنا للظروف. تمام دكتور شادي، تقول لنا حاجه؟ اقول بس للشباب اللي الايمان شيء حقيقي، ورب يسوع شيء حقيقي، والمعيشه معه شيء حقيقيه، واي حاجه حقيقيه ما بتبانش الا بالتجربه، يجرب ويشوف. شكرا ميرسي جدا على الاضافه. اعزائنا المشاهدين، احنا بنختم معاكم حلقتنا، نتمنى نكون جاوبنا على الاسئله اللي عندكم، نتمنى نكون على قد ما قدرنا وعلى قد النور اللي عندنا نكون طبطبنا على الجروح انجاز التعبير، ومش عارفين نقول غير انه الرب يقدر يلمس، والرب لما يبقى موجود في المشهد هو اللي بيعرف يسيطر على كل حاجه. في جزء من ترنيمة أنا بحبه قوي بتقول أنه قانع أنا يا ربي، قانع بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل، لو وصلنا نقول كده يبقى هيبقى كله تمام. أعزائنا المشاهدين، نقابلكم في حلقات تاني من برنامج ناس زينا، إلى اللقاء. من لحم ودم زينا أبطل وعاشوا وسطنا، والضعف فيهم والألم ولا شيء زيادة عننا، لكن إيمانهم بالإله ده كان علامة في عمرهم، كانوا شداة وسط العداء ولا حتى نار تهمهم، وكلامنا اليوم ده عنهم ده شيء بيشجع قلبنا، وكلامنا اليوم ده عنهم
ده شيء بيشجع قلبنا. أبطل وعاشوا وسطنا، أبطل وعاشوا وسطنا.